السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في تقديم كتالوج شهر يناير 2022. كتالوج متميز جدا من حيث أن أوريفلام غتقدم لكم العديد من العروض والمفاجآت بمناسبة بداية رأس السنة. وغنبداو بأول فقرة وهي فقرة المستجدات. أول مستجد هو عطر للنساء ديفين إكسكلوزيف، فهو عطر فاكهي عصري من حيث أنه يحتوي على الفراولة البرية والباتشولي. والخاصية ديال هذا العطر هو أنه مستوحى من فساتين الموضة العالية الرائعة، شيء اللي يمكنكم من تألق مثل النجم. زيادة على ذلك زجاجة فهي مزينة بكريستال شواروفسكي. عطر ديفين إكسكلوزيف كيجي معاه كريم الجسم المعطر بنفس الرائحة، وهو يرطب البشرة بعمق. يمكنكم تستفدوا من هذا المستجد بخصم 40%. ودائما مع ديفين إكسكلوزيف كنقدموا لكم في كتالوج شهر يناير برنامج الربح، فعند شراء عطر ديفين إكسكلوزيف ب 329 درهم غتحصلوا على كريم الجسم بالمجان. المستجد الموالي هو مزيل العرق ميستر جورداني، الذي يحتوي على رائحة رائعة وهي تدوم طويلا. يمكنكم تستفدوا من هذا مزيل العرق بخصم 45%. وآخر مستجد في كتالوج شهر يناير هو المجموعة الجديدة من لامارك نوفيتش للعناية بالبشرة. هذه المجموعة هي مجموعة سكين ريليف، وهي مصممة خصيصا للبشرة الحساسة والمتفاعلة لمكافحة الشيخوخة، فهي تقلل من الإحمرار والتجاعيد في نفس الوقت، وهكذا كتحصلوا على بشرة هادئة وناعمة. والآن غادي ندوزوا الفقرة الموالية وهي فقرة العروض. بمناسبة بداية السنة الجديدة كنقدموا لكم العديد من العروض المتميزة، وأول عرض هو عرض الوفاء، من حيث أن إذا قمتم بطلبية بقيمة 200 درهم في كتالوج دو جنبير 2021، قوموا بوضع طلبية من نفس القيمة في كتالوج يناير 2022 وتقدروا تحصلوا على عطر إكلا أموغ في شهر يناير ب 139 درهم فقط. وإذا قمتم ب 250 درهم في كتالوج شهر دو جنبير 2021 وقمتوا بوضع طلبية بنفس القيمة في كتالوج يناير 2022، هتقدروا تحصلوا على عطر إكلا أموغ وقناع ومقشر الوجه لوف ناتشور في شهر يناير ب 139 درهم فقط. وإذا قمتم بطلبية القيمة ديالها 300 درهم في كتالوج شهر دو جنبير 2021 وقمتوا بطلبية بنفس القيمة في كتالوج يناير 2022، تقدروا تحصلوا على عطر إكلا أموغ قناع ومقشر شفاه وقناع ومقشر الوجه لوف ناتشور في شهر يناير ب 139 درهم فقط. كذلك بالنسبة للرجال، إذا قمتم بطلبية القيمة ديالها 200 درهم في كتالوج شهر دو جنبير 2021 وقمتوا بوضع طلبية بنفس القيمة في كتالوج شهر يناير 2022، غتحصلوا على عطر إكلا توجوخ في شهر يناير 139 درهم فقط. وإذا قمتم بطلبية القيمة ديالها 250 درهم في كتالوج شهر دو جنبير 2021 وقمتوا بوضع طلبية من نفس القيمة في كتالوج شهر يناير 2022، غتحصلوا على عطر إكلا توجوخ ومزيل العرق نورد فور مان باور ماكس في شهر يناير 139 درهم فقط. وأخيرا، إذا قمتم بطلبية القيمة ديالها 300 درهم في كتالوج شهر دو جنبير 2021 وقمتم بوضع طلبية من نفس القيمة في كتالوج شهر يناير 2022، غتحصلوا على عطر إكلا توجوغ مزيل العرق وجيل ما بعد الحلاقة نورد فور مان باور ماكس في شهر يناير ب 139 درهم فقط. العرض الموالي كيمكنكم من شراء جوج ديال كريم مغذي لليدين او جوج ديال كريم مغذي لليدين والاظافر ب 70 درهم، الشيء اللي كيخليكم توفروا 45%. العرض الموالي من لامارك لوف ناتشور، فعند شراء القناع والمقشر او الزيت المطهر لبشره الوجه ستحصلون على مصحح العيوب المنقي بخلاصه شجر الشاي والليمون بالمجان. ومن لامارك ميلك اند هاني، عند شراء اي جوج قنينات من اختياركم، يعني من شامبو وملين، ستحصلون على الصابون ميلك اند هاني بالمجان. افضل عرض في هذا الكتالوج، لكل طلبيه بقيمه 200 درهم غتحصلوا على عطر جورداني جولد اوريجينال 139 درهم فقط. هذا العرض كيخليكم توفروا 55%. كما انه يمكنكم تستفدوا من العرض الثاني، لكل طلبيه بقيمه 200 درهم غتحصلوا على عطر جورداني جولد مان ب 159 درهم فقط. هذا يعني على انكم كتوفروا 55%. ومن لامارك ميلك اند هاني، يمكنكم شراء المقشر او كريم اليدين ب 39 درهم فقط، كما يمكنكم شراء جوج ديال المقشر او جوج ديال كريم اليدين ب 56 درهم، اي بخصم 55%.
العروض المولية اللي غادي نقدموا لكم هما عروض بمناسبة بداية رأس سنة. العرض الأول كيمكنكم من شراء المجموعة المكونة من معجون الأسنان وفرشاة الأسنان أوبتيف خش ب 45 درهم، الشيء اللي كيخليكم توفروا 50%. العرض الموالي هو من لامارك لوف ناتور، فعند شراء الشامبو أو الملين ستحصلون على الزيت الساخن لخلاصة القمح وجوز الهند بالمجان. دائماً في لامارك لوف ناتور يمكنكم شراء المجموعة المكونة من مقشر للجسم، كريم الاستحمام، كريم الجسم والصابون ب 139 درهم فقط، الشيء اللي كيخليكم توفروا 50%. العرض الموالي كيمكنكم من شراء المجموعة المكونة من مصحح العيوب من اختياركم ورداد معطر لوف بوشن بلوسم كيس ب 99 درهم فقط، الشيء اللي كيخليكم توفروا 50%. وبالنسبة للرجال فيمكنكم شراء المجموعة المكونة من عطر بي دو وايلد ليجند وجل نورث فور مان لتصفيف الشعر ب 179 درهم فقط، الشيء اللي كيخليكم توفروا 45%. والعرض الموالي من لامارك اون كالور، من حيث أن يمكنكم شراء ملمع شفاه أو جلوس وستحصلون على جلوس آخر بالمجان. وآخر عرض في كتالوج شهر يناير كيمكنكم من شراء أي منتجين من اختياركم من لامارك دوان، يعني جوج ديال لي ماسكارا أو جوج ديال لي فاغا بوبيير ستيك أو ماسكارا وفاغا بوبيير ستيك ب 79 درهم فقط. والآن غندوزو لفقرة منتوجات العناية بالبشرة، مجموعة جديدة اللي كتنضم لمجموعة منتجات نوفيج واللي هي مجموعة نوفيج سكينرجايز. هاد المجموعة كتحارب جميع علامات تقدم السن الأولية بشكل فوري وعلى المدى البعيد، كما أنها كتقلل علامات التعب، كتحافظ على حيوية البشرة، وكتساعد إعادة شحن طاقة الخلايا وتنشيطها، وكتمنح حماية شاملة من المؤثرات البيئية، وكتساعد في تحسين إشراق البشرة ب 25 مرة أكثر. مجموعة نوفيج سكينرجايز كتناسب جميع أنواع البشرة وكيمكن استعمالها ابتداء من سن العشرين. مجموعة جديدة اللي كتنضم لمجموعة منتجات نوفيج وهي مجموعة نوفيج بريليانس. المجموعة مصممة لتحسين نضارة البشرة، فهي كتقلل من التصبغات كالبقع الداكنة، وكتحسن مظهر تغيرات لون البشرة كالإصفرار والحمرار واللون الباهت، وكتعزز النضارة ديال البشرة طبيعية، وكتوقف تغير لون البشرة، وذلك عن طريق مجموعة ديال التقنيات. أول حاجة هي تقنيات سكين تون ريجوليتور اللي كتوقف إنتاج الميلانين الزائد من المصدر الخلوي، وكتواجه ظهور البقع الداكنة وغيرها من تلونات البشرة، بالإضافة لمستخلص الخلايا الجذعية النباتية لنبتة ريبوت اللي كتساعد على تحييد آثار الإجهاد التأكسدي وتنظيفها، وكتقاوم تغيرات لون البشرة واستعادة حيويتها، بالإضافة الاستراتيجية أكوا بانك اللي كتعطي ترطيب شامل ومصممة باش أنها توفر ترطيب وتحافظ عليه على مدار الساعة. مجموعة نوفيج بريليانس متوفرة لكم في هذا الكتالوج بخصم 30%. في حال كنتو كتعانيو من ظهور تجاعيد دقيقة وتجاعيد تعبيرية وخصوصا في بداية الثلاثينيات، فضروري إعطاء البشرة العناية اللازمة لمقاومة هذه العلامات. فمجموعة إيكولاجين رينكل باور كتعطيكم ترطيب عميق وتقليص مظهر التجاعيد التعبيرية بنسبة 49% من بعد مرور 20 دقيقة، بالإضافة لتقليص الحجم ديالها بشكل دائم خلال 12 أسبوع فقط. مجموعة نوفيج ألتيميت ليفت كونتور ديفاين كتستهدف شد البشرة ومحاربة الترهل، وكتساعد في استعادة 40% من مرونة البشرة المفقودة في غضون 4 أسابيع فقط. المكونات الأساسية ديالها هي تقنيات لاسباترو ليفت الحاصلة على براءة الاختراع اللي كتساعد في تجديد إنتاج الكولاجين والإلاستين الطبيعي للبشرة للحصول على بشرة أكثر مرونة مع محيط وجه أكثر تحديد. مكون ثاني هو مستخلص الخلايا الجذعية من نبات بودليا اللي كيساعد على الحماية من تدهور الكولاجين، وكيوفر مضادات أكسدة واقية من الجذور الحرة اللي كتساعد في إبطاء شيخوخة الجلد. والمكون الثالث تقنيات تريبيبتيد الحاصلة على براءة الاختراع أيضا اللي كتزيد من إنتاج الكولاجين للمساعدة على ليونة البشرة وتنعيم الخطوط والتجاعيد.
مجموعات نوفيج تايم ريستور للنساء فوق سن 50، نظرا لأن البشرة كتصبح ناضجة وكتحتاج لترطيب عميق وفعالية ضد التجاعيد والبقع ناتجة عن تقدم السن. فالمجموعة كتمكنكم من الحصول على مرونة وترطيب أكثر. مجموعة نوفيجمان فهي مجموعة خاصة بالرجال كتعطي طاقة فورية للبشرة للمحافظة على مستوى الترطيب، بالإضافة إلى محاربة علامات التجاعيد على المدى الطويل، وكتمنح نضارة للبشرة بنفس الطريقة اللي كتمنحها لها 24 ساعة من النوم. نتمنى أن عروض ومستجدات كتالوج شهر يناير 2022 يكونوا نالوا الإعجاب ديالكم، ونتلقاو في تقديم كتالوج شهر فبراير.